طيب، ما إذا تحدثنا عن الحرب في غزة والتي امتدت أيضا إلى لبنان، هل مجيء ترامب سيساهم بإنهاء هذه الحرب بشكل أسرع؟ ليس بشكل أسرع، على المدى القريب سيكون هناك هامش مناورة كبير لنتنياهو، خاصة بالنسبة لجبهة لبنان. في الأساس العمليات الكبرى في غزة انتهت، هناك تغول إسرائيل ضد جباليا، ضد شمال غزة، محاولة لفرض واقع ميداني نهائي. ولكن في موضوع غزة سيكون الأمر ضمن صفقات ترامب مع الدول العربية مع غيرها. العقدة ستكون موقفه السيء إزاء السلطة الفلسطينية، وكيف سيكون هناك تركيب للوضع الفلسطيني. كلما تأخر الجانب الفلسطيني في ترتيب البيت الفلسطيني سيكون الضياع أكبر بالنسبة للفلسطينيين. وبالنسبة للفلسطينيين هناك فرصة قبل مجيء ترامب إلى البيت الأبيض في ترتيب تسوية مرحلية حول الرهائن ووقف إطلاق النار. بالنسبة للبنان المسألة أكثر تعقيدا، تتصل بخيارات إيران، لأنه مقابل التدمير الذي تقوم به إسرائيل هناك تعطيل تستمر به إيران. سنرى الآن نتنياهو الذي يخشى أيضا رغم كل الترحيب الآن من ضغط ترامب عليه لاحقا، وإيران التي تخشى من غضب ترامب، يمكن لذلك أن يساعد، وكما قلت، على المدى المتوسط ربما في العام المقبل على بدء الحلحلة في لبنان أيضاً.